أزول الفلاون، يومكم سعيد، نهاركم مبروك مشاهدينا الكرام. أهلا وسهلا بكم إلى عدد جديد من قهوة وجرنان. البداية كالعادة بأهم ما جاء في صدر الصفحات الأولى للجرائد الوطنية لنهار اليوم السادس أو الثامن ديسمبر 2016. وجريدة النهار كتبت في صفحتها الأولى: جزائريات رهينات في غزة بسبب 4000 دولار، فلسطينيون طلبوا رشوة مقابل اجتيازهن معبر رفح وصولا إلى القاهرة، ولوحات ترقيم السيارات بحروف فرنسية وأرقام فقط. مدير الدراسات والتلخيص في وزارة الداخلية والجماعات المحلية يكشف لي النهار: قاصر تقتل رضيعها وتضعه داخل كوكوط بأولاد دراج في ولاية المسيلة، والثلوج تتسقط في مدينة عين صالح أحر منطقة في الجزائر، بحار يهرب جزائريين إلى أوروبا مقابل 2000 أورو، عملية توقيف الإرهاب عبد الرزاق البارة أطاحت بعصابة دولية لتهريب الكوكايين. رحمة ربي الدواء الفضيحة، تقول جريدة البلاد. هذه هي الولايات المعنية بتوزيع 4350 سكنا من الـ LPP يستفيد منها أصحابها قبل نهاية السنة الجارية، ولا سحب فوري لرخصة السياقة، وهكذا يطبق نظام التنقيط. يقول العقيد محمد تريكي مدير الوحدات المشكلة بقيادة الدرك الوطني ومفاوضات مع السعودية لاسترجاع كوطة الجزائر من الحج، يقول وزير الشؤون الدينية محمد عيسى. الشروع في توزيع سكنات الـ LPP، توزيع 4350 سكن ترقوي قبل نهاية السنة، يقول وزير السكن على المجيد تبون في جريدة المشوار السياسي. هناك عروض عمل كثيرة ولوجود ليد عاملة مناسبة، مدير لنام بالعاصمة في حوار لجريدة المشوار السياسي. ورئيس بوتفليقة يستقبل الوزير الأول البلجيكي، وثورة في صناعة سيارات بالجزائر. السياسي تنشر أنواع الماركات العالمية التي ستصنع في سنة 2017. الاستدانة الخارجية هي الحل لأزمتنا، يقول الوزير الأسبق للطاقة شكيب خليل. ورحمة ربي مكمل غذائي وليس دواء الصحة والتجارة. وفيدرالية السكر تنادي على صودها، حداد يعد أيامه الأخيرة على رأس الأفسيو. بوضياف منتوج رحمة ربي ليس دواء، دعا المرضى إلى احترام تعليمات الأطباء. وكذلك لكانس ينهي جولته الأوروبية من دون الحصول على حلول دفاعية، تقول جريدة اللقاء. ورحمة ربي ممنوح، حسب جريدة صوت الآخر، المئات من المرضى يوجدون في حالة حرجة نتيجة تناوله، ومنع جميع الصيدليات من بيع المنتوج قبل ظهور نتائج التحليلات. وطن من اللحوم الكونجلي أو اللحم الكونجلي الفاسد في حملة تفتيش لمديرية التجارة بالعاصمة للمطاعم المدرسية، و281 سيارة مرسيدس جزائرية للجيش ولعدة مؤسسات وهيئات عمومية، تقول جريدة صوت الآخر. هذا أهم جاء في صدر الصفحة الأولى للجرائد الوطنية، سأوفيكم بشيء من تفصيل حول هذه المعلومات، ولكن كالعادة بعد الفصل. إذا مشاهدينا الكرام، في جريدة النهار تقول: جزائريات محتجزات بغزة والسبب 4000 دولار. تقول الجريدة في صفحتها الخامسة: طلبت جزائريات مقيمات بفلسطين الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ووزارة الخارجية بالتدخل لتزوية وضعيتهن وتمكينهن من عبور معبر رفح إلى مصر هروبا مما أسموه احتجازا بقطاع غزة منذ سنوات، حيث تم إلزامهن من قبل أشخاص من قبل أشخاص يدعون انتماءهم لحركة حماس بضرورة تسديد 4000 دولار مقابل السماح لهن بالعبور والوصول إلى مصر. في الصفحة الخامسة كذلك: لوحات ترقيم السيارات بحروف فرنسية وأرقام فقط. كشف مدير دراسات والتلخيص بوزارة الداخلية والجماعات المحلية أن لوحة ترقيم السيارات الجديدة التي ستبدأ خلال سنة 2017 ستتشكل من 4 أرقام وحرفين أو 3 حروف و3 أرقام، وأوضح ذات المسؤول أنه تم اختيار الحروف الفرنسية لتعريف لوحة ترقيم السيارات الجديدة بدل الحروف العربية من أجل أن تتلائم مع نظام الرادار الذي تعتمده الجزائر، مشيرا إلى أن الحروف الفرنسية ترصد بدقة عالية في الرادار. في حادثة أو سابقة هي الأولى من نوعها في الجزائر، الثلوج تتساقط على مدينة عين صالح أحر منطقة في الجزائر. عرفت أمس مدينة عين صالح آخر منطقة أو أحر منطقة في الجزائر تساقط كميات معتبرة من الثلوج والبرد وهو ما أحدث حالة من الاستغراب لدى سكان المنطقة الذين عايشوا الظاهرة الطبيعية الفريدة من نوعها، إذ قام عشرات المواطنين المارين على الطريق والمتفاجئين من الظاهرة بالتقاط صور للثلوج التي غطت المنطقة بالبياض. بحار يهرب جزائريين إلى أوروبا مقابل 2000 أورو، تقول الجريدة جريدة النهار في صفحة
السادسة أدانت أمس محكمة جناية العاصمة منهم كان يعمل أو متهم كان يعمل بحار بربع سنوات سجنا نافذا عن تهم جنايتي التسهيل الإبحار البشري والتزوير واستعمال المزور، فيما تمت تبرئته من جناية استيراد وتصدير المخدرات والمتاجرة فيها كونه ينشط ضمن عصابة دولية خطيرة تقوم بتصدير القنابل الهندي إلى الدول الأوروبية واستيراد مادة الكوكايين من عدة دول على غرار فرنسا وإسبانيا والمكسيك وفنزويلا. هذا أهم جاء في جريدة النهار. إلى وقت الجزائر، أمهات غارقات تجد الكثير من الأمهات العاملات صعوبة كبيرة في ترتيب حياتهن والتوفيق بين العمل والأمومة، أجبرتهن الحياة المهنية على ترك فلذات أكبادهن وتوكيل آخرين برعايتهم والتكفل بهم طيلة فترة التي يبتعدن فيها عن المنزل، فأصبح دور الحضانة ومربيات المنازل أو أحد أفراد العائلة محتضني الأطفال. ونظرا إلى صعوبة الموقف خصوصا للأمهات التي يتركن أطفالهن الرضع والذين بحاجة للبقاء مع الأم أكبر وقت ممكن، فإن عقولهن تبقى مشغولة طيلة اليوم بحالة الأطفال سيما في حالة مرضهم. جريدة البلاد، رحمة ربي الدواء الفضيحة، أكد رئيس في الصفحة 76 أكد رئيس فيدرالية جمعية المصابين بالسكري نور الدين بوستة أن المنتوج الذي يحمل اسم رحمة ربي يصنف ضمن المكملات الغذائية وتحصل على الترخيص من طرف وزارة التجارة ولا بد من استشارة الطبيب لتناوله. وأضاف في هذا السباق أو في هذا السياق أن المئات من المرضى يوجدون في حالة حرجة نتيجة تناول هذا المنتوج وتخليهم عن مادة الأنسولين وحبوب علاج السكري. جريدة الحوار، الاستدانة الخارجية هي الحل لأزمتنا، يقول وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل. أيد مسعى ذهاب الجزائر إلى الاستدانة الخارجية لكن ليس بشكل دائم، شرط وجود ضمانات للتسديد والسير في تنويع الاقتصاد، مبررا ذلك بكون الأخير لا يمكن أن يتحقق على المدى القريب، إلى أنه عاد ليؤكد أنه يفضل الذهاب إلى الاستثمار خاصة الأجنبي. مراجعة فكرية تستهدف المتأثرين بالمذهب الأحمدي في الجزائر، تقول جريدة المحور. قررت الحكومة استرجاع ضحايا المذاهب الدينية من خلال مراجعات فكرية على شكل تلك التي قام بها أئمة وضباط أمنيون للقادة إرهابيين وارتأت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف أن يكون هذا الإجراء مكملا للتحقيقات الأمنية والمتابعة القضائية، وسيساعد هؤلاء المتورطين في العودة لرشدهم وعدم الانسياق وراء المخططات الأجنبية التي تريد تقسيم البلاد على أساس ديني. الصوت الآخر، طن من اللحوم الكونجلي أو من اللحم الكونجلي الفاسد موجه للتلاميذ، مؤسسة تعليمية خاصة بأشراقة. كشف أمس العياشي دهار مفتش بمديرية التجارة لولاية الجزائر العاصمة عن عملية نوعية أو توعية قام بها مصالح مديرية التجارة خلال عملية تفتيش قادتها على مستوى المطاعم المدرسية الموجودة بالمقاطعة الإدارية لشراقة، حيث تم اكتشاف أكثر من طن من اللحوم الحمراء والفاسدة التي كانت موجهة للاستهلاك المحلي. المشوار السياسي، شروع في توزيع سكنات الـ LPP قريبا. أكدت وزارة السكن والعمران والمدينة أنه سيتم توزيع 4350 وحدة سكنية من صيغة الترقوي العمومي قبل نهاية السنة الجارية، فيما أعطيت تعليمات لمسؤولي القطاع لإعداد رزنامة لتوزيعات لاحقة في السداسي الأول من سنة 2017. وحسب الرزنامة التي تم ضبطها فإن عملية التوزيع ستنطلق في 12 ديسمبر الجاري في الجزائر العاصمة، أين ستوزع 1067 وحدة سكنية على مستوى موقع سيدي عبد الله. مختصرتنا الحوار، حداد يعد أيامه الأخيرة على رأس الأفسيو. تتردد الكثير من الأسماء لخلافة علي حداد على رأس الأفسيو بعد المتاعب التي عرفها الأخير خلال المؤتمر للاستثمار، وانسحاب الطاقم الحكومي. الكلمة دادة إلى إقالة السفير الجزائري في باريس على خلفية دعوات وجهها حداد لشخصيات غير مرغوب فيها ومعارضة حتى لرئيس الجمهورية، وهي المشاكل التي عجلت بالحديث عن الإطاحة بحداد من على رأس الأفسي. بلاد جبهة الأخيرة كذلك في الأفلان، تتردد في بعض الأوساط المقربة من قيادة حزب جبهة التحرير الوطني أخبار غاية في الأهمية تتعلق بإعداد قائمة من الأسماء بعض رجال الأعمال المقاولين الذين تبوأوا مناصب حساسة في العتيد اعتمادا على المال ومشتقاته، حيث سيتم إزاحتهم من وجهة الأفلان خلال الأيام المقبلة، وستكون التشريعات فرصة مواتية لذلك.
الصوت الآخر الحارس البلدي غاضب من النائب سبيسيفيك. نظم أمس أعوان الحارس البلدي وقفة احتجاجية وطنية أمام مقر ولاية المدية. تقول جريدة صوت الآخر أن تنديدا بتصريحات النائب طاهر ميسوم التي أوضح من خلالها أن أعوان الحارس البلدي هم السبب في المشاكل التي يعانيها، كما طالب أعوان الحارس البلدي من سبيسيفيك أو طالب أعوان الحارس البلدي من سبيسيفيك تقديم اعتذار على التصريحات التي أطلقها في حقهم. هذا أهم جاء في صدر الصفحة الأولى للجرائد الوطنية وأهم جاء في معرض الصحافة لنهار اليوم. سنناقش فيما بعد دواء رحمة ربي.